النهاردة معانا شقة في موقع مميز جدا، تاني نمرة من طريق السويس، ده كده في ظهرها على طول طريق السويس مباشرة على حديقة. شايفين المساحة دي كلها حديقة، شقة تاني بلكونة يمين الواجهة دي، العمارة خلاص بتتشطب، ناقص بس هيخلصوا الواجهات ويسلموا للجهاز. المساحة 145 متر، 3 غرف وحمامين ومطبخ وريسبشن قطعتين. هنطلع فوق كده ونشوف الدنيا على الطبيعة. زي ما حضراتكم شايفين معانا هنا الريسبشن قطعتين، ده الفيو بتاعنا. كل ده حديقة قدام مننا. طبعا احنا تاني نمرة من الطريق السويس مباشرة، طريق السويس طبعا الأسعار فيها عالية خالص. احنا تاني نمرة، شايفين الطريق من هنا. ده مطبخ، ده حمام، دي غرفة، ودي أوضة نوم تانية، دي الغرفة الماستر الحمام بتاعها. غرفة هنا واسعة شوية كويسة. ده طريق السويس قدام حضراتكم. ده كده طريق السويس وصلنا العاصمة الإدارية، قدامنا دي كل دي هتكون منطقة خدمات اللي على طريق السويس. المنطقة دي كده العاصمة الإدارية، بينا وبينها من هنا خطوات زي ما حضراتكم شايفين كده في الفيديو. الشقة بنتكلم في سعر 1,450,000 كاش، إمكانية التقسيط على 6 شهور، يعني ندفع مثلا 900,000 أو 1,000,000، و450 دول نقسطهم على 6 شهور مفيش أي مشكلة. نتكلم سعر 1,450,000 كاش، وصاحب الشقة بيتكلم إن هو ممكن يستلم دلوقتي 1,000,000، و450 دول ممكن نقسطهم على 6 شهور. 3 غرف حمامين ومطبخ ورسبشن قطعتين على حديقة، تاني نمرة من طريق السويس. الشقة كويسة جدا والموقع كويس جدا.